الحلقات الأربعون في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة الضحى. ما موضوعات سورة الضحى؟ موضوعات سورة الضحى ثلاث موضوعات. الموضوع الأول: أقسم الله بالليل والنهار على ثلاثة نعم مقبلة. الموضوع الثاني: النعم الحاضرة دليل على وقوع المترقبة. الموضوع الثالث: كيف تحافظ على النعم السابقة وتعجل بالموعودة. طيب، ما سبب نزول سورة الضحى؟ ثبت في الصحيحين عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة وهي أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب، فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطان قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. طيب، أو الموضوع الأول: أقسم الله بالليل والنهار على ثلاثة نعم، والضحى والليل إذا سجى. يقسم ربنا بأول ساعات النهار وهو الضحى، ويقسم ربنا بالليل إذا أقبل بظلامه وسكن الناس. والليل إذا سجى يعني سكن، غطى الناس والناس سكنوا. طب إيه جواب القسم؟ ثلاث أحاجات، ثلاث هدايا ربنا بيحلف عليهم. الهدية الأولى: ما قطعك قطع المحب المودع، ولا قطع المبغض القالي. ما ودعك يعني تركك ترك المحب، المحب يودع حبيبه، وما قال يعني وما قطع قطع المبغض القالي الكاره ليلا أو نهارا. طب ليه ما قالش قلاك؟ عشان ده قال فيها بغض فتلطف به، فلم يضع ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول هدية، إن الله لا يترك نبيه ولا من صار على طريقه، ولا يترك ترك المحب ولا ترك قالي أبدا. طيب، الهدية الثانية: أن الدار الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى. أن الدار الآخرة بما أعدها الله لك فيها خير من الدنيا وما فيها، وده تأكيد إن ربنا عمره ما يسيبه. وده والهدية والكلام للنبي كلام لمن بعده، إن الله من صار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه الله، والآخرة خير له من الدنيا، فلا يحزن على البلاء. الهدية الثالثة: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فسوف يعطيك يا محمد وينعم عليك ما ترجوه من الخير لك ولأمتك، حتى ترضى بهذا العطاء علما وفتحا في حياتك وفي وفاتك. ومن صار على طريق النبي سوف يعطيه ربه فيرضى. طيب، الموضوع الثاني: النعم الحاضرة دليل على وقوع المترقبة. يعني ايه الدليل ان احنا نديك الثلاث هدايا دول يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الهدايا النعم اللي احنا عملناها قبل كده. ألم يجدك يتيما فآوى، أدي أول نعمة عملناها معك. ووجدك ضالا فهدى، أدي تاني نعمة. وجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآواك الله، إزاي؟ لأن أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر، وماتت أمه وهو ابن ست سنين، ثم كان في كفالة جدي عبد المطلب فمات وهو ابن ثمان سنين، فكفله عمه أبو طالب فأحسن تربيته، حتى قال عمه عند خطبة خديجة لزواجه، فقال: فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه. خمس حاجة: تعهده الله في صغره فصانه عن دنس الشرك وطهره وشق صدره. يتيم وعمل معه الخمس حاجات دول. طيب، ووجدك ضلا فهدى، ازاي وجدك ضلا؟ اي غافلا عما تعلمه الان من الشرائع واسرار علوم الدين فهداك اليها. طب الثالثه: وجدك عائلا فاغنى، اي وجدك فقيرا فاغناك بربح التجاره بمال خديجه، فجمع لك بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر. الموضوع الثالث: كيف تحافظ على النعم السابقه وتعجل بالنعم الموعوده. فأما اليتيم فلا تقهر، دي أول حاجة. أما اليتيم فلا تقهر، أي لا تذله ولا تنهره، كما كنت يتيما فأواك الله فأحسن إليه.
وأما السائلة فلا تنهر، أي أما السائلة علما فلا تنهره، ما تصدش واحد جاي يتعلم عندك، لأنك كما كنت ضالا فهداك الله، فيجب أن تهديه كما هداك الله. وده قول الحسن، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ووصى من بعده. فعن أبي سعيد الخدري أنه إذا أتاه طلبة العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض فيتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وأما السائلة صدقة فلا تنهره فلا تصده، لأن للسائل حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثالث حاجة تعملها، وأما بنعمة ربك فحدث، كل نعمة ربنا رزقك بيها فحدث بها لتنسيبها له شكرا له، لأنك كنت عائلا فقيرا فأغناك الله. وعلم النبي صحابته بشكر من أعطاهم مالا. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. المستوى الثاني في سورة الضحى، ما مكان نزولها؟ مكية، نزلت بعد سورة الفجر، ترتيبها 93، عدد آياتها 11 آية، عدد كلماتها 44 كلمة، عدد حروفها 272 حرفا. لماذا أقسم تعالى بالضحى والليل هنا؟ لمناسبة للمقسم عليه، فيكون ما ودعك ربك وما قلى لا في ليل ولا في نهار. طب ما الدليل على إن سجى يعني سكن بأهله، وإن اللي فسروا سجى بمعنى أقبل الليل أو أقبل مخطئين؟ أولا قولنا دوت سكن بأهله تفسير كبار السلف زي مجاهد وقتادة والضحاك. ثانيا تؤيدنا اللغة، قال الطبري وأولى الأقوال بالصواب من قاله سكن بأهله، كما يقال بحر ساجن أي ساكن. وما نقل عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة فلم أجده مذكورا في أي كتب للغة، اللي هو أقبل الليل ده ما جايش ده في أي لغة. لماذا نخطئ من فسر ودعك بالترك؟ لأن الوداع إنما يكون بين الأحباب، ومن تعز مفارقته ويرجى عودته، وتفسيرها لا يتناسب مع قوله وما قال. الوداع عكس القلة، واحد بيسيب واحد بيحب، والتاني بيسيب واحد بيكره. طب لماذا لم يقل قلاك وحذف المفعول بتاع الكاف اختصارا للعلم به وتلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل نكبر بين الصور؟ اللي بقى الصور الجاية كلها التكبير بينها حديثه ضعيف، ولكن لو حد كبر بين الصور لا يضر لأنه ذكر. من رد على أثر ابن عباس إن من رضاء محمد ألا يدخل أحد من أهل بيت النار؟ أول حاجة الأثر ضعيف، تاني حاجة منافي القول النبي لفاطمة اعملي فلن أغني عنك شيئا، وهذا الكذب غر كثيرا من أهل البيت فلم يخافوا الله. ما الدليل على وصف النبي بضال؟ أليس ذما له؟ لا مش ذم، لأن هو لا يعلم بالفطرة ولا بالعقل، إنما تعلم العلوم الشرعية بالوحي، فهداه الله بعد لم يكن يعلمها، وبدم مش علمها يبقى ضال عنها. زي قال الله تعالى موسى بيقول فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، ومنها بهذا المعنى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله تعالى ولا يضل ربي ولا ينسى، وقوله تعالى تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. الضلال هنا عدم العلم، مش الضلال بمعنى شتيمة. طب ما الدليل على عدم تعلم النبي تفاصيل الشرع في أول البعثة؟ الدليل قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال وإن كنت من قبله لمن الغافلين،
وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا.